أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة والتي سنخصصها اليوم للتعرف على أحدث أجهزة البحث عن الأقمار الصناعية دكتور أجدي. والخاصيات التي سنعتمد عليها خاصية التحليل الطيفي أو سات سبيكتروم، والتي ستساعدنا على إيجاد الأقمار بكل سهولة من دون الاعتماد على أي تردد. كل قمر يمتاز بشكل معين يشبه الخريطة، وإذا لم تكن هذه الخاصية مساعدة لك بشكل جيد، يمكنك تدقيق في القمر عن طريق الزر الأزرق سات اي دي. يمكن توضيح شكل سبيكتروم بشكل أفضل عن طريق التعديل في الجين بالزر الأصفر، حيث أن الجين تتأثر بطول الكابل، كلما كان الكابل أطول قلت التموجات. بعد إيجاد القمر المنشود والتحقق منه، ستحتاج إلى الذهاب إلى سات سينيال والتحقق من جودة الإشارة. خاصية موتور من الخاصيات المهمة التي ستساعدك على إدارة المحرك هاش هاش وتحديد الإشارة القادمة من الطبق من دون الصعود إلى خاصية NITSDT. ستمكن التقنية من التعرف على قنوات القمر من دون أن يكون في حاجة إلى القيام بتثبيتها من قبل. في الأخير أترككم لمشاهدة بقية الخيارات، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.